السلام عليكم مرة ثانية. الفيديو اللي حيكون قصير شديد لأنه اليوم الثاني كان أكثر عن البرمجة عن إنه عن البرنامج بتاع كود سودان أصلا. طيب لكن قبل ده كان كلامنا مع مصعب خنيجر برضه شاكين له شديد عن إنه يا أخي البيئة في السودان عاملة كيف. هو كان بيتكلم عن إنه يا أخي أنت ما تكون همك إنك تعمل كودين بس بقدر ما إنك تكون مبرمج كويس في سوق كبيرة قاعدة في السودان. بصراحة كان في كلام كتير شيء استفدنا منه، هي بتاعت ساعة وبعدها جينا للبرمجة. البرنامج اللي اشتغلنا عليه كان هو برنامج بسيط كالآتي. الفكرة بتاعته إنك أنت ماشي تشتري أو ماشي تعمل بوش مع أصحابك، أو أنت ماشي تعمل أي حاجة مع صحباتك. الناس بتقوم تعمل شير أو بتقوم تدفع كلها، وبعدين بتبتدي تحسب إنه أي زول أو بتشتري، وبعدها أي زول الشير عليه وكم. فالبرنامج بتاعنا كان بيحسب لك انه الشيء بتخش المبلغ، يعني البوش كله كان مثلا كان كم، او التوتال بتاع القروش كان كم، وبعدين عدد الاشخاص كان كم، بعدين بيقسمون على بعض. برنامج سهل شديد. طيب اشتغلنا البرنامج، كان فيه ثلاثة اجزاء، جزء خاص ب HTML، جزء خاص ب CSS، واخر جزء خاص ب JavaScript. في اللينك هتلاقي انه في اللينك بتاع موقع اسمه codebean.io. الموقع ده بيخليك انك تبرمج بدون ما يكون عندك، بدون ما تنزل برنامج في الجهاز بتاعك. فانت ممكن تبرمج من خلال البراوزر كروم، انترنت اكسبلورر، مايكروسوفت ايد، سفاري، فايرفوكس. تبرمج فيهم مباشرة بدون ما انك تنزل برنامج في الجهاز بتاعك. فهنحط اللينك للبرنامج اللي هو اشتغلناه، فممكن تستغلوه او ممكن تقرا من خلاله وتشوف احنا عملنا شنو. بعدك كان لدينا هوم ورك صغير، بناء على الهوم ورك ده نقوم نختار الناس للبوت كامب. فالهوم ورك كان يا اخي نحن دايرين نضيف ثلاثة اجزاء، اللي هو مثلا بدل ما ندي المبلغ طوالي يحسب لنا نخط العيش، العيش الفول والطعمية ثلاثة مع بعض. بعدك بندخل القيمة بتاعت كل واحد، يجمعهم لنا مع بعض، يقسمون على عدد الاشخاص ويدينا المبلغ بتاعنا. فدي كانت حاجة بسيطة شديد على اليوم الثاني. إذا في أي سؤال راسلونا طوالي على الصفحة كود سودان، وإن شاء الله هنجاوبكم. شكرا جزيلا.